خطيرة خطيرة خطيرة، قريبة كانت الكرة الماضية، لكن هناك راية مرفوعة من الحكم المساعد الثاني. نعم يلغي الهدف. أصلت هذه الكرة الطويلة، منقولة كرة في وسط الملعب من جديد، أصلت عن طريق إيكاردي، الكرة بتعود بعد ذلك من ماورو، إيكاردي يحاول فيها، في هذه اللحظات خطأ، وصافرة الحكم تأتي لتعلن نهاية هذا اللقاء. باريس